وفي الكتاب الكريم آية ما ننساها، اذكروها ما دمتم أحياء، وهي أن الله عز وجل أقسم وحلف بسبعة أيمان على قوله: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. من زكى نفسه ولو كان من ما كان لا بد وأن يفلح ويفوز فينجو من النار ويدخل الجنة دار الأبرار. ومن دساها والله ولو كان ابن رسول الله، لو كان أبا إبراهيم، لو كان ابن نوح، لو كان من كان، إذا خبثها لن يدخل الجنة ولن يرضى الله عنه. قد أفلح من زكاها أي طيبها وطهرها. ما هي هذه؟ قولوا: إنها النفس. قد أفلح من زكاها، فاز. الفلاح والفوز، والفوز يوم القيامة، النجاة من النار ودخول الجنة دار الأبرار، هذا هو الفلاح وهذا الفوز. وقد خاب، خسر كل شيء، خسر نفسه ومستقبله وخسر الدار الآخرة. من دساها خبثها ولوثها وعفنها وما تاب وما غسلها ولا طهرها حتى مات على الخبث، والله إنه لمن الخاسرين.